بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ دكتور افتخار عناد الكبيسي، أستاذ الأدب العباسي للمرحلة الثالثة. محاضرتنا أو في هذه المحاضرة سنكمل ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة عن الموضوعات المستحدثة في الشعر العباسي، ونتمم باقي الموضوعات، ومنها أيضا عندنا شعر الصيد والطرديات. وقد ظهر هذا النوع من الشعر نتيجة ترف الحياة العباسية ومباهجها، حيث كان الخلفاء والوزراء أو علية القوم بصورة عامة والذين يعيشون حالة الترف يخرجون في مواكب حافلة ومعهم البزات والصقور والكلاب. وقد نظم الشعراء في هذه المتعة الرياضية أراجيز كثيرة سموها الطرديات، وأكثر من نظم فيها هو أبو نؤاس. وأحسن غاية الإحسان في وصف الكلاب لأنه كان قد لعب بها زمانا وعرف عنها ما لا تعرفه الأعراب. وقد سبقه إلى ذلك في العصر الأموي الشمردل وأبو نخيلة، ولكنه هو الذي مد طريقه وأبوابه، لأنه لا من حيث كثرة نظمه بل من حيث دقة وصفه لأدواته وجوارحه، مما جعل الجاحظ يشير إلى طردياته في الجزء الثاني من كتاب الحيوان، وقد أنشد منها طائفة معجبا ببراعته في قوله: ما البرق في ذي عارض لماح، ولا انقضاض الكوكب المنصاح، ولا انبتات الدلو بالمتاح، أجد في السرعة من سرياحي. أيضا الموضوع الآخر شعر النوادر والفكاهة، وكانت تكثر في مجالس الخلفاء والأمراء، وهيأ ذلك لشيوع روح الهزل في بعض المقطوعات والقصائد، وقد خرج فيها الشاعر إلى توضيح حاجة في نفسه ساخرا منها أمام علية القوم لتوصيلها بصورة غير مباشرة لهم. وكانوا أحيانا يختارون لذلك بعض القصائد التي تختص بالموضوعات الجادة، كقصة الغزل العذري الذي كان يعني يبكي فيها أصحابه أو تؤدي فيها إلى جنون الشعراء وفي بعض الأحيان إلى موتهم، أو في قصائد اشتهرت بالحماسة فيقلبونها في الدعوة إلى اللهو والتوصية بشرب الخمر، كما فيما نجده عند بشار بن برد على لسان حماره الذي يتحدث على لسانه بقصة غزلية: حينما أحب الحمار ومات عشقا. فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار، فانتظر حتى اجتمع له رفاقه فأظهر لهم أنه مهموم ومحزون، وألحوا عليه يريدون أن يعرفوا سبب حزنه، فقال لهم: إنني رأيت حلما مزعجا، رأيت حماري في النوم، فقلت: ويلك، ما لك مت؟ قال: إنك ركبتني يوم كذا، فمررنا على باب الأصفهاني، فرأيت أتانا عند بابه فعشقتها فمت. وزعم بشار أن الحمار أنشده هذه المقطوعة: سيدي مل بعناني نحو باب الأصفهاني، أن بالباب أتانا فضلت كل أتاني. وأيضا هناك التندير على اللحى، وكان كثير
من أهل الوقار يطيلونها ويعرضونها، فتندر عليهم الشعراء طويلا، مثل قول مروان بن أبي حفصة في شيخ اسمه رباح: لقد كانت مجالسنا فساحا فضيقها بلحيته رباح. وأيضا عندنا هناك موضوع مستحدث في العصر العباسي، وهو موضوع جدير بالاهتمام، وكانت له بدايات في هذا العصر ولم تكن له بدايات قبل هذا الوقت أو هذه السنة، وهو التصوف، من الموضوعات الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجري، وقد استقلت به القصيدة عن الزهد، وأول من أشاعه إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي عندما أبرزا مبدأ التوكل على الله. وهناك آراء مختلفة حول اشتقاق كلمة التصوف، هل هي من الصوف لأنهم كانوا يلبسونه تمييزا لهم من أهل الرفه والتنعم، أو هي من الصفاء، أو هي من الصفة نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا ينقطعون للعبادة في المسجد لعهد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذهب البيروني إلى أنها مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية بمعنى الحكمة، ويبدو أن أوجه الآراء الرأي القائل بأن الكلمة مشتقة من الصوف، لأن كثير من الزهاد في القرن الثاني الهجري كانوا يلبسونه، وشاع لبسه بين المتصوفة بعد ذلك. ومنذ أواسط القرن الثاني الهجري يعنى المستشرقون بدراسة التصوف وبيان التأثيرات الأجنبية التي أثرت في نشأته وتطوره، وكان من أسبقهم فون كريمر، وكان يذهب إلى أن التصوف يشتمل على عنصرين أساسيين: عنصر مسيحي وعنصر بوذي، ويتضح العنصر الثاني في فكرة وحدة الوجود، كما يقول الحلاج في أواخر القرن الثالث الهجري. وذهب المستشرق نيكلسون فيما بعد إلى أن الحلاج لم يتمثل هذه الفكرة لا هو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث الهجري، وممن شدد على التأثير الأجنبي هو المتطرف جولتي سهير، الذي كان يتحامل كثيرا على الفكر العربي، إذ ربط بين التصوف وتعاليم الأفلاطونية الحديثة، كما ربط بينه وبين البوذية الهندية، وخفف من حدة هذا القول بهذا التأثير الأجنبي هو ماسينيون في بحوثه عن الحلاج، إذ ذهب إلى أن التصوف نشأ من صميم الإسلام، وبذلك انتهى القول بأن جميع الأفكار التي وصفت بأنها دخيلة على المسلمين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية، إنما هي وليدة الزهد والتصوف اللذين نشأا في الإسلام وكانا إسلاميين في الصميم. وأخذ التصوف ينمو سريعا، إذ مضى أصحاب يتحدثون عن الحب الإلهي ومقاماته وأحواله،
فهو ليس علما ولا فلسفة ولا مذهبا، وإنما هو أحوال ومقامات. وقد كانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة في التقشف والنسك مع والتنسك مع الانقطاع عن الدنيا والخلوص التام للمحبة الإلهية والنشو بها إلى درجة الفناء في الذات العلية. وللشعراء الصوفية أشعار كثيرة يصورون فيها هذا العشق وما تولع في قلوبهم من لوعة لا يمكن إطفاؤها، استأثر بكل ما في قلوبهم من عواطف ومشاعر شغلتهم عن كل شيء، إذ شغفوا بمحبوبهم شغفا عظيما، بل لقد تحول هذا الشغف عقيدة جمعوا فيها بين محبة الله وبين تقديسه وعبادته، آملين منه الوصال وأن يرفع ما بينه وبينهم من حجب، كما في قول أبي الحسن النوري حينما يصور تجرعه للحسرات المرة والتلف في سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر. كم حسرة لي وقد غصت مرارتها، جعلت قلبي لها وقفا لبلواك. وقوله إن كنت للسقم أهلا فأنت بالشكر أولى، فهو يشكره على سقمه لأنه يحبه، بل إنه ليطلب عذابه لأنه لم يعد يشعر بقلبه ولا بما قدمه من العذاب والسقم من أجل ملاقاة الحبيب. وأيضا من الموضوعات المهمة التي لم يكن لها جذور في العصور السالفة هو الشعر التعليمي، لم تكن له أصول قديمة، بل استحدثه الشعراء العباسيون، والذي دفع إليه رقي الحياة العقلية في هذا العصر. فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض السير والأخبار، ومن أوائل من نظم في هذا الفن هو صفوان الأنصاري، حيث تحدث فيها عن فضل الأرض وما تحمل من كنوز ومعادن. ولا ريب في أن أبان بن عبد الحميد اللاحقي هو أول من عمل على إشاعة هذا الفن الشعري الجديد، فقد نظم فيه تأريخا وفقها وقصصا. فأما التأريخ فنظم في سيرتي أردشير وأنوشيروان، وأما الفقه فنظم فيه الأحكام المتعلقة ببابي الصوم والزكاة. وأيضا قام بصنع قصيدة في مبدأ الخلق ونظمها وضمنها شيء من الخلق، وأهم من ذلك أنه نظم في القصص قصص التي كانت متعارف عن كتاب كليلة ودمنة كان نثرا، وقد عمل على شكل قصيدة أو منظومة شعرية كانت على يد أبان بن عبد الحميد اللاحقي، وقد كانت مكونة من 14,000 بيت. وفي كتاب الأوراق للصولي قطعة كبيرة من هذه المنظومة، وأيضا من المنظومة الفقهية وجدناها في كتاب الأوراق. ومن ما نظم من كتاب كليلة ودمنة استهلها بقوله هذا كتاب أدب ومحنة، وهو الذي يدعى كليلة ودمنة، فيه دلالات وفيه رجد
وهو كتاب وضعته الهند. وصفوا آداب كل عالم حكاية عن ألسن البهائم، ويلحقه في ذلك ابنه حمدان في هذا الفن أي الشعر التعليمي، فينظم مزدوجة طويلة مسرفة في الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره، وعلى غرار ما فعله أبان بن عبد الحميد اللاحقي أيضا ينظم أبو العتاهية مزدوجة سماها ذات الأمثال، وفيها حكم وأمثال وتبلغ 4000 بيت. وقد أنشد أبو الفرج الأصفهاني في ترجمته قطعة منها قوله: ما انتفع المرء بمثل عقله، وخير ذخر المرء حسن فعله، إن الفساد ضده الصلاح، ورب جد جره المزاح. وأيضا اقتفى نفس المسيرة محمد بن إبراهيم الفزاري، أي سار على مسيرة أو على أثر أبان بن عبد الحميد اللاحقي، فنظم في علم النجوم مزدوجة، ويقول ياقوت الحموي صاحب كتاب معجم الأدباء، وكانت تدخل في 10 مجلدات، وقد بناها في 3 أقفال أو شطور أو سطور، في قوله: الخالق السبع العلا طباقا، والشمس يجلو ضوءها الأغساقا، والبدر يملأ نوره الآفاقا. وأيضا نجد بوادر هذا الفن عند الإخباريين، فإذا الأصمعي ينظم قصيدة طويلة في ذكر الملوك والجبابرة والهالكين والأمم الخالية البائدة، كما ظل ينمو هذا الشعر عند بعض الشعراء وفي مقدمتهم علي بن الجهد وابن المعتز وابن دريد. أما ابن الجهد فقد عني بنظم مزدوجة في التأريخ تقع في أكثر من 300 بيت، جعلها في جزئين: جزء يتناول فيه بدء الخلق وتاريخ الأنبياء، وربما فيه كان متأثرا باللاحقي في قصيدته التاريخية، كما في قول الجه: يا سائلي عن ابتداء الخلق، مسألة القاصد قصد الحق، أخبرني قوم من الثقات، أولو علم وأولو هيئات. والجزء الثاني تناول فيه تاريخ الإسلام والخلفاء، وقد كان في هذا الجانب سباقا فيه، فلم يفكر الشعراء قبله في نظم هذا التاريخ وما حصل فيه في زمان أو في زمن الخلفاء، فيتحدث عن الخلفاء الراشدين ثم ينتقل إلى بني أمية ويتعقب أهم الأحداث، ومنها ما يلوم وينعنف فيه يزيد بن معاوية لمقتل الحسين عليه السلام في عهده، ولا يكاد يثني على سيرة خليفة أموي إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز، ثم ينتقل إلى الحديث عن الخلفاء العباسيين مهللا لخلافتهم وتحول صولجان الملك لهم. كانت الأرجوزة قوية النسج مع سهولة في الصياغة ونصاعة العبارة، أما الأرجوزة الأخرى لابن المعتز فقد نظم في سيرة المعتضد الخليفة العباسي الذي عاصره، وكانت بينهما صداقة وثيقة، وهذه الأرجوزة أيضا كانت قوية النسج
وهي تتفوق على عجوزة علي بن الجهم، إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديعا، وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره، مما يجعلها تخفق بحيوية قوية. نظم ابن المعتز هذه القصيدة يعني التاريخية، والتي تعد من كبريات القصائد في الشعر العربي، يبلغ عدد أبياتها 414 بيت، وقد نظمها على بحر الرجز. وهذه القصيدة مستند تاريخي يسجل أسماء من توارثوا عرش الخلافة العباسية وأعمالهم الإيجابية والسلبية، وما جرى في عهودهم من أحداث ووقائع. والقصيدة في سيرة أبي العباس المعتضد، الذي يقول فيها ابن المعتز: هذا كتاب سير الإمام مهذبا من جوهر الكلام، أعني أبا العباس خير الخلق للملك، قول عالم بالحق. وهذه القصيدة تشمل وصفا للنواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية في القرن الثالث الهجري، فذكر فيها المآسي والفتن، وهذا يؤكد تمكن الشاعر ومقدرته على الملائمة بين الأحداث التاريخية والنظم الشعري البارع، لأنه صاحب موهبة وتجربة، وكان شاهدا على الأحداث التي يرويها، فبدأ حماسيا متأثرا، وهذا التأثر أظهر شاعرية الشاعر في المنظومة، وخاصة عند الإشادة بالخليفة. أما المنظومة الأخيرة وهي منظومة ابن دريد، فكان عالما لغويا كبيرا، ينظم الشعر ويحسنه، وله ديوان مطبوع، وقد عني بتضمين طائفة من أشعاره بعض المعارف، وأشهر ما له من قصائد تتضح فيها الغاية التعليمية اللغوية، من ذلك قصيدة في المقصور والممدود، وقد اشتملت على 57 كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادته، كما في قوله لا تركنن إلى الهوى، واحذر مفارقة الهوى، يوما تصير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثرى. وهي منظومة تاريخية مشهورة، قالها في محمد بن ميكال والي الأهواز، وكانت هذه المنظومة قد افتتحها بالغزل والشكوى من الدهر، ثم وصفت صحراء وحيواناتها قبل أن يشرع في المدح، وكلها كانت مزدوجات. وقد كان بارع في إيراد اللغة، فهو أستاذ فيها، ولكننا نقول أن من خلال ذكرنا لهذه المنظومات أن منظومة ابن المعتز تتفوق على منظومتي علي بن الجهم وابن دريد، ومنظومة علي تتفوق بدورها على منظومة ابن دريد بحسب شاعرية الشاعرين. أما ابن دريد فكان لغوي، ولا ابن دريد أيضا قصيدة في الديوان ملأها بالغريب، نظمها تحديا لبعض علماء اللغة، موردا فيها طائفة كبيرة من الألفاظ الآبدة، ويضاف إلى ذلك ثلاث مقطوعات في يعني منها ما يذكر منها أعضاء الجسم ولا يؤنث، وفي ثانيها ما يؤنث ولا يذكر، وفي ثالثها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحو سخر ابن دريد
الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية بجانب ما حمل قبله من مواد تاريخية وغير تاريخية. الموضوع الأخير أو الختامي وهو من موضوعات المستحدثة وهو الشعر الفلسفي، وهو الذي نشأ في بيئة المتكلمين والمناطقة، وأول من بدأ به أبان بن عبد الحميد اللاحقي الذي تحدث عن مبدأ الخلق وضمنها شيء من المنطق، وأخذت تدخل فيه المذاهب الدينية، وعند أيضا ظهرت في عند فرق المعتزلة ولا سيما عند بشر بن المعتمر المعتزلي الذي نظم في الرد على أصحاب الملل والنحم المختلفة. وقد ساق له الجاحظ في كتاب الحيوان قصيدتين طويلتين، ويمكن أن تدخلا من بعض الوجوه في علم التاريخ الطبيعي، التحدث فيها عن الحشرات وأصناف الحيوانات وما يتجلى فيها من حكمة الله البالغة في خلقه العجيب. وأيضا هناك قصيدة الحاكم بن عمرو البهراني في غرائب الخلق. يقول بشر بن المعتمر في الحشرات: جرادة تخرق متن الصفا، وأبغث يصطاده صقر، سلاحه رمح فما غدره، وقد عراه دونه الذعر. إلى هنا نكتفي أو ننتهي من محاضرة التجديد في الموضوعات المستحدثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.